مرحب بحضراتكم مرة كمان مشاهدينا. في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تم اعتماد مبلغ 363 مليون جنيه جديدة لعدد 2021 مستفيد من صغار المربين وشباب الخريجين، وده بإجمالي عدد رؤوس ماشية 2470 رأس. تفاصيل أكتر عن هذا الخبر احنا معانا عبر الهاتف دكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث باسم الوزارة. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم. تحياتنا لحضرتك يا دكتور. في البداية خلينا نعرف يعني من حضرتك فكرة عن هذا المشروع، وطبعا نتكلم عن أهميته وأيضا الهدف منه. تحياتي لحضرتك. والحقيقة احنا شايفين اهتمام كبير من الدولة بتحسين معيشة سكان المناطق الريفية. شفنا الكلام ده، شفنا مبادرة حياة كريمة اللي يمكن تم أو بيتم إنفاق فيها ما يقرب من 700 مليار جنيه. طبعا وده يعتبر واحد من أكبر المشاريع على مستوى العالم، مش بنقول كلام، إنما مشروع بهذا الحيز الجغرافي، مشروع سكاني اللي بيخدم، مشروع بهذا التمويل. الحقيقة كل دي معايير بتقاس بيها قيمة المشاريع وبتقاس بيها المشروعات المختلفة وقدرتها على التنفيذ. فالحقيقة هو واحد أو هو الأكبر على مر التاريخ تقريبا أن يكون مشروع بهذا هذه العوامل، مشروع حياة كريمة ومبادرة حياة كريمة. طبعا احنا عندنا في الزراعة بنشارك في هذا المشروع في أكثر من محور، منهم محور توفير مراكز الخدمة الزراعية المتكاملة اللي بتقدم خدمات لإخواتنا الفلاحين وأهالينا سكان المناطق الريفية. وطبعا دي بيكون فيها مركز لتجميع الألبان ومركز للإرشاد الزراعي وأيضا جمعية زراعية ووحدة بيطرية، فبيكون فيها كل احتياجات الفلاح تقريبا. ده أول حاجة. تاني حاجة احنا طبعا بنساهم بفرص لتحسين وزيادة الدخول وتوفير مصدر دخل ثابت لسكان المناطق الريفية. طبعا بنولي أهمية وبنولي أولوية أولى لسكان المناطق الريفية من المرأة ومن الشباب اللي مش لاقي عمل أو اللي ما عندوش فرصة عمل. وبالتالي احنا أطلقنا أو تمت الدولة أطلقت مشروع البتيلو. مشروع البتيلو ده كان مشروع بادئ بحجم تمويل 100 مليون جنيه، احنا وصلنا لما يقرب من 6 مليار جنيه تقريبا من التمويل. استفاد بيها أكتر أو ما يقرب من 40 ألف موظف أو 40 ألف مواطن من سكان المناطق الريفية. طبعا دول بيبقى متوسط دخولهم في أدنى الحدود الممكنة، وطبعا إحنا للتمويل أقل من 10 رؤوس أو 10 رؤوس أقل. طبعا ده بيدي فرصة كبيرة أن يبقى فيه تنوع، يبقى فيه مزيد من فرص العمل لسكان المناطق الريفية. والحقيقة واحد مش هيشتغل لوحده، أكيد هيحتاج حد يساعده، فكل دي بيولد كل ده بيتولد فرص عمل، بتولد دخل لسكان المناطق الريفية، إضافة لأن ده بيعتبر مصدر دخل ثابت. وطبعا بيساهم ايضا في تلبيه احتياجات الشعب المصري والمواطن المصري من الغذاء، سواء من اللحوم الحمراء او الالبان. وبالتالي بيساهم في توفير البروتين من اكل حيواني للمواطن المصري. نعم. طب خلينا نعرف من حضرتك يا دكتور يعني اجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الان وعدد المستفيدين من هذا المشروع. احنا تقريبا بنتكلم حجم التمويل حوالي 6 مليار جنيه. استفاد بيهم حوالي 38 ألف، حوالي 40 ألف داخلين، في 40 ألف فلاح استفاد من هذا التمويل. طبعا احنا بنتكلم على ما يقرب من 400 ألف رأس إضافية تم إضافتها للإنتاج الحيواني في مصر. طبعا كل دي عوامل بتساهم أو بتساعد في أن احنا نحقق مزيد من التنمية. وطبعا زي ما قلت لحضرتك احنا بنهتم بتوفير البروتين من أصل حيواني للمواطن المصري، والبروتين ده له عدد من البدائل منهم الألبان. وطبعا مشروع البتيلو بيبقى له يد داعمة في هذا المحور. والحمد لله احنا حققنا تقريبا اكتفاء ذاتي من الألبان. ايضا اللحوم الحمراء، والحمد لله برضو مشروع البتيلو بيبقى له يد في هذا المحور. وطبعا بالنسبة للحوم الحمراء احنا كنا مخططين ان احنا نصل الى نسبة اكتفاء ذاتي تقريبا 55%، احنا تجاوزناها بشكل كبير جدا ومشينا وفقا للمعدلات بشكل كبير، ووصلنا لما يقرب من 60% أو بالفعل احنا تجاوزنا 60% من نسب الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء. أيضا الدواجن وعندنا فيها اكتفاء ذاتي تقريبا، عندنا بيض المائدة وعندنا فيه اكتفاء ذاتي تقريبا، وأيضا الأسماك وعندنا فيها اكتفاء ذاتي تقريبا. فالحقيقة الاهتمام بالبروتين من أصل حيواني له مصادر متعددة، واهتمام الدولة المصرية واضح صحيح بهذا المحور لتحقيق الأمن الغذائي المواطن. صحيح يا دكتور. طيب سؤال بيأتي على أذهان الكثير، وهو كيفية التقدم للاستفادة من هذا المشروع. هل في شروط محددة يعني يجب توافرها في المستفيد؟
احنا بنقول الاولويه للصغار المربيين اللي بيربوا اقل من 10 رؤوس، الاولويه ايضا للمراه المعيله وللشباب الذي لا يجد فرصه عمل، دي الاولويات يعني. لكن اي حد يقدر يتفضل يروح لاقرب جمعيه زراعيه، اقرب اداره زراعيه، اقرب مديريه زراعه، اقرب بنك زراعي او فرع البنك الزراعي، بيروح يقدم الطلب، بينزلوا لجنه، اللجنه دي مشكله من الاداره او قطاع تنميه الثروه الحيوانيه والداجنه، بيعينوا المكان ويشوفوا هل يمكن تنفيذ هذا المشروع في المكان ولا لا، او بيعملوا دراسه فنيه كامله بالكامل، وكل ده مجانا ما بيدفعش فيه جنيه، وبيتحدد اعداد الرؤوس المناسبه لهذه المنطقه، وبينزل لجنه كمان بعد كده لجنه ثلاثيه بتقيم الموقف الوبائي وبتشوف هل في احتماليه لانتقال العدوى ولا لا، ثم بيبدا بعد انتهاء الدراسه الفنيه بنديها للبنك علشان يوفر له التمويل ويروح يشتري الرؤوس، وبمجرد ما بتيجي الرؤوس بنديله كمان تكلفه التغذيه، وبننزل نعمل متابعات دوريه، وطبعا بنامن له على هذه الرؤوس في صندوق التامين على الماشيه علشان نتاكد من ان لو لا قدر الله حصل اي امر قد يتسبب في اصابه الرؤوس او حدوث اي شيء عارض ليها، بياخد التعويض من صندوق التامين على الماشيه، وبالتالي ما بيتعرضش لمخاطر، بنتجنبه هذه المخاطر. أيوة. الحاجه الثانيه ان بيبدا تنزل الهيئه العامه لخدمات البيطريه توفر له التحصينات الضروريه والادويه الضروريه، وايضا تعمل له عمليه الترقيم علشان يكون مثبت ويتم مراجعته بشكل دوري مع الهيئه العامه لخدمات البيطريه، وطبعا ده ايضا بيمثل دخل اضافي او بيعمل تحسين في جوده الانتاج اللي بيطلع من هذا المشروع، وفي النهايه هو بيبقى اكمل الدوره بتاعته، وبيقوم بسداد التمويل بعد بيع الرؤوس لو كانت تسمين، او بعد الحصول على المنتجات المختلفه من هذه الرؤوس. هي. انا بشكر حضرتك جدا يا دكتور على كل هذه المعلومات، بشكرك جدا دكتور محمد القرش معاون وزير الزراعه والمتحدث باسم الوزاره، بشكر حضرتك شكرا جزيلا.